هذا وتعتبر اللجنة الدائمة للحوار الإسلامي المسيحي التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم مشتركة بين مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان ومقرها الفاتيكان، واحدة من مخرجات ملتقى البحرين للحوار الذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي. تأتي استضافة مملكة البحرين للاجتماع الأول للجنة الدائمة للحوار الإسلامي المسيحي بين مجلس حكماء المسلمين والفاتيكان واحدة من مخرجات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، والذي عقد في مملكة البحرين شهر نوفمبر الماضي تزامنا مع زيارة رسمية تاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويهدف الاجتماع الأول للجنة الدائمة للحوار الإسلامي المسيحي بين مجلس حكماء المسلمين والفاتيكان إلى تنسيق الجهود والمبادرات المشتركة لتعزيز الحوار والتعايش بين اتباع الأديان والثقافات المختلفة حول العالم، ودعم جهود الحوار الإسلامي المسيحي والذي يستند إلى تاريخ طويل من التعايش المشترك وما تم التوافق عليه في ملتقى البحرين للحوار دعما للمشاريع المشتركة بين الإسلام والمسيحية لتعزيز الحوار والتعايش على المستوى العالمي. هذا ويعمل مجلس حكماء المسلمين على تنفيذ جملة من المبادرات والمشاريع المهمة في مجال تعزيز الحوار بين اتباع الأديان بشكل عام وبين الإسلام والمسيحية على وجه الخصوص، تماشيا مع النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعايش الإنساني بين الجميع.